من الأردن الزرقاء رسالة بعث بها المستمع عبد الكريم درويش محمد، يسأل ويقول: ما حكم الشرع الحنيف في من يحضر للتعزية من أماكن بعيدة ويصنع لهم أهل الميت طعاما ويخصصون هذا الطعام في اليوم الثالث وفي اليوم الأربعين أو في أول عيد يصادف بعد موته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صناعة الأطعمة بمناسبة الوفاة والتوسع في ذلك والقدوم من بعيد لحضور العزاء، كل هذه أمور غير مشروعة وتكاليف باهظة وشاقة على الناس، والدين ولله الحمد دين يسر. التعزية مشروعة إذا تيسرت بدون كلفة وبدون عناء، فهي مشروعة لأن تعزي أخاك المصاب أو تعزي صاحب المصيبة لميته في بيته أو في المسجد أو في متجره أو في الطريق، بدون ارتباطات وبدون ترتيب وبدون إقامة حفلات أو صناعة أطعمة. كل هذه من التكاليف ومن البدع المحدثة وقد تدخل في المآتم المحرمة، فالواجب تركها. والذي وردت به السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم أو من أقاربهم بقدر حاجتهم في يوم المصيبة، يدفع إليهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صناعة الطعام لأنفسهم، فيكون هذا من التعاون ومن المواساة.